السلام عليكم، مرحبا بكل الغزالات في قناة الغزالات أولا شين دي غازان. هذا الفيديو اللي غيكون على الرمان غنقدم لكم فيه ثلاثة أو أربعة الوصفات كلها حصرية وجديدة وتيدخل في التحضير ديالها فاكهة الرمان. هذه الفاكهة اللذيذة والرائعة واللي قيمتها الغذائية عالية بزاف ومعروفة منذ القدم. هاد الوصفات حضرتها كلها في نفس اليوم وهي عصير بالرمان والفلون، كيكه بالرمان ومزينه بكريمه لاباز ديالها هو الرمان. وفي هاد الفيديو غنقدم لكم لاول مره في اليوتيوب الرز بحشوه البيتزا منسم بدبس الرمان. دابا بركه من كلمه الرمان ونخليكم مع الفيديو، ما تنساوش تشوفوا باقي الوصفات اللي حتى هي بنفس الفاكهه، غنخلي لكم رابط ديالها في صندوق الوصف. اول حاجه غادي نحضرها هو دبس الرمان، حيت هذه الوصفه هذه غنحتاج فيها دبس الرمان. هنايا من بعد ما فرقت الرمان عادي انا تنستعمل هذه الطريقه، تنحاول باش نحلو بحال ما هكايا ونضربو مزيان بالظهر ديالو بواحد الملعقه. غنديرو يتطحن في مولينيكس، هنايا ما تطحنوا هنايا هاد الطحانه هادي تنطحنوا فيها بلا ما، ممكن الا بغيتوا تضيفوا مولينيكس تضيفوا فيها مثلا واحد نص كاس تاع الماء بابليس وطحنوه فيها ممكن. ابخي تنصفيه مزيان مزيان، نحاول باش ما يدوزوش لينا دوك العظيمات ديال الرمان في الماء اللي غادي نصفيوه. وها هو ولا عندنا عصير ديال الرمان، غادي نديروه في كاسرونه. غادي نضيف تقريبا هنا عندي هنايا نعطي لكم العبار مضبوط في كاس ونص تاع عصير ديال الرمان، يعني كاس ونص بعبار الكاس العنبه. غنضيفوا ليه ثلاثه المعالق كبار ديال السكر، وغنضيفوا كذلك واحد معلقه ديال عصير ديال الحامض، وغنديروا فوق نار هادئه مع التحريك. ضروري النار تكون هادئه بزاف بزاف، وما نبقاو نحركوا مره مره حتى يوجد. فاش يكون فوق النار غيدير لكم هاد الكشكوشه هادي بحال ما هكذا، حاولوا باش تحيدوها ما تخليوهاش فيه، كل ما دارها نهزوها بحال ما هكا بالمعلقه نصفيوها بشويه او نحيدوها. هنا مازال غادي نردو فوق النار حتى يختار. وهذا هو الشكل ديالو ملي وجد. ودابا غادي نبداو في تحضير الوصفه ديال الرز اللي غادي نستعملو فيها هاد دبس الرمان. نبداو على بركه الله. هنا غادي ندير الرز يفور في الكوكوت. انا مستعمله هاد لا مارك ديال الرز، اي نوع ديال الرز ممكن تستعملو، غير ما يكونش الرز كلاسي يكون هاد الرز دائري. وغادي نستعمل كذلك الزيت النباتي، انا مستعمليه هنايا تقريبا ثلاثه المعالق كبار ديال الزيت، اوراق سيدنا موسى باش نكهو هذا الرز ونبقاو في نفس المبدا ديال البيتزا، وقبيصه ديال الملح. هنا في الكوكوت درت جوج كيسان كبار ديال الرز، غناخذ نغسلها ونسقطرها من الماء، وغادي نضيف ليها الزيت. هنا تقريبا كيما قلت ثلاثه المعالق كبار ديال الزيت النباتي، نحاول باش نحركو مزيان باش داك الزيت يتخلط مع كل شيء. الحبات ديال الرز نضيف دوك وريقات سيدنا موسى ونضيف شويه ديال الملح. من بعد جوج كيسان ديال الرز غادي ندير الضعف ديالهم من الماء، يعني غادي ندير ربع الكيسان ديال الماء، وغادي نستهليه في الكوكوت نخليه تقريبا فوق نار متوسطه لمده ربع ساعه. بهذه الطريقه تيوجد لنا الرز بسرعه او تيكون مفور والحبات مفرقين على بعضياتهم. ابخي غندوز نحضر الحشوه. اول حاجه غادي نبدا بها هي لاصوص طوماط مطيشه، غادي نحكها في الحكاكه هي اول حاجه. من بعد ما حكيتها غادي نضيف ليها واحد المعلقه ديال زيت الزيتون، واحد معلقه كبيره ديال دبس الرمان، هاد دبس الرمان تيعود لينا سكر سنيده وتيعطي لها هاد لاصوص طوماط واحد النكهه مختلفه ولذيذه بزاف. وغنضيف قبيصه ديال الملح وشويه ديال الابزار وواحد شويه ديال الزعتر محكوك.
وغنديرها فوق نار هادئة مع التحريك مرة مرة حتى توجد. من بعد غادي ندوز نقطع بصله هكذا، غنقطع نحاول باش نقطعها هكذا مشنفه، وفلفله تا هي نحد نقطعها بنفس الطريقه على شكل طولي. غنديرهم مع شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الملح وشويه ديال الابزار فوق نار هادئه مع التحريك حتى يتشحروا. من بعد هنايا رابعه ديال صدر الدجاج، غنضيف ليها واحد المعلقه ديال دبس الرمان، وغنضيف لهم شويه ديال الزعتر شويه ديال الزعتره وشويه ديال الازير اللي دوزتهم في المقله هو الاولانيين حتى دبالو من بعد ما نقيتهم بيان سور، وغادي نحكهم هكذا في يديا، وغنضيف شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. غادي نخلط كل شيء هاد العناصر هادي، وغادي نشكلهم على شكل كويرات، نحاولوا باش يكونوا شويه متوسطين الحجم ديالهم ماشي كبار بزاف. من بعد غندوزهم في دبس الرمان، عندي تقريبا هنا كما تلاحظوا دبس الرمان، ندوز فيه دوك الحبات ونديرهم في اللاطه وندخلهم للفران باش يتحمروا. تيجي المذاق ديالهم لذيذ بزاف وفيهم ديك النكهه ديال داك الرمان، وتيجيو محمرين من على برا، تيجيو فعلا لذاذ لذاذ. هنا من بعد ما وجدت كلشي العناصر ديال هذه الوصفه هذه، غنبدا نحطها في الطبق ديال التخديم. عندي هنا الروز اللي مفور في الكوكوت، تيجي الحبات ديالو منفصله على بعضياتها. عندي لاصوص طوماط من بعد ما وجدات وعقدت. عندي هنا البصله والفلفل اللي مشحرين في شويه ديال الزيت والمليحه والابزار. عندي دوك الكرات ديال الصدر ديال الدجاج اللي تيجيو محمرين ولذاذ بدبس الرمان. طبق التقديم هنا درت هاد لو سيركل هذا باش يعاوني باش يجي الشكل ديالها شكل دائري على شكل بيتزا. هذه الطبقه الاولى ديال الروز، وغادي نحاول باش نضغط عليها هكذا باليد ولا بمعلقه مزيان مزيان. من بعد غادي ندير الطبقه الثانيه ديال لاصوص طوماط، من بعد غادي ندير الطبقه الثانيه ديال البصله والفلفله. من بعد غندير دوك الكويرات ديال الدجاج، نحاول باش ندورهم هكذا في الجناب واللي بقاو نديرهم في الوسط. ومن الفوق غندير طبقه ثانيه ديال الروز، وفي لاديكوراسيون بالنسبه للروز عاده تنديكوريو بشويه ديال القرفه وسكر كلاصي. هنا غادي نديكوريو بخطيطات ديال الفرماج وخطيطات ديال الزيتون اسود، ومن الفوق غندير واحد شويه ديال لاصوص طوماط وشويه ديال الفرماج. ممكن تضيفوا دبس الرمان، خطوط من دبس الرمان، اولا تقدموه في طبق منفصل باش اللي بغى يزيد الحلاوه يزيدها مزال. عرفتوا البنات هذا الروز هذا راه تيجي رائع بزاف ولذيذ، وفكره جديده تقدموها هكذا لوليداتكم ولا فكره العشاء، زعما صراحه لذيذه بزاف بزاف. وبالنسبه للبنات اللي تيتخوفوا من لاطراس ديال الرمان على ايديهم، راه كاينه واحد الوصفه درتها حتى هي تابعه لهاد لا فيديو هادي، فيها كيفاش نحيدوا هذوك لي تراس ديال الرمان. زوينه زوينه بزاف وفعاله. انا راه من بعد ما درت هاد المائده هادي ديال الرمان يديا هي اللي نفعت ليا فيها، هي اللي قضات ليا زعما على داك التصبغات اللي جراو ليا من وراء الاستعمال ديال الرمان، ومنها باش ناكلوا الرمان وميم طون نتهلاو في رغيصنا. وها هو الشكل ديالها كي تيجي، وتيجيو دوك الكرات ديال الدجاج باينين من الجناب، تيجي الشكل ديالها لذيذ بزاف، وداك الروز تيجي منسم، تيجي رائع رائع. اتمنى ان فكره هذا الطبق تنال اعجابكم، راه كما قلت لكم راه فكره حصريه او اول مره في اليوتيوب، نتمنى انها فعلا تنال اعجابكم. نخليكم في امان الله، على بروشين فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.